قالوا في عينك وعين ابوك يا ابن المحروق. اه يا ده اقول لك ودي للمنتخب قوارع تودي لهم لوحة يا ابن المحروق. دي الامانة يا مصطفى، دي الامانة اللي امنتك عليها. نمت في رمسيس والقطر وداك اسماعيليه. طب ارجع يا اخي، ارجع، انا سوف احملك المسؤوليه كامله. انت وهانا بريده. مش هتشتغل معاي تاني اول ما ترجع تقدم استقالتك؟ ليه هو كل واحد يغلط في البلد دي يقدم استقالته وبعد كده يروح يصيف في جزر المالديف؟ انت هتتحاسب، ما فيش حاجة اسمها استقالة، لازم تتحاسب. الناس قال تاخذ ملايين قالوا، وبعد كده يقول لك قال تقدمت باستقالتي. يا حلاوة على استقالتك. هعمل ايه باستقالتك انا؟ ده لازم يتحاسب. اما الله موظف النهارده غلبان بيغلط له في جنيه ولا في نص جنيه، قال عملوا له تبديد وعملوا له مش عارف ايه وعملوا له خيانه امانه، واين الجنيه راح واين الجنيه جه؟ لازم اي حد يغلط في البلد دي يتحاسب يا اخي. افتحوا ملفات الفساد يا اخي. ما انت ايه فهمك انت بالكلام ده؟ ايه فهمك انت يا اخي بالكلام ده؟ يا ده انا مش قايل لك اركب قطر خمسة وتلت ووصل حبكت يا ابن المحروق وتنام في رمسيس. هو القطر الدرجة التالتة ده حد بينام فيه اللي كله بياعين؟ مش انت السبب؟ امال ابوي السبب؟ مين؟ سمع المصري مالها؟ قاعدة في المدرجات بالهوت شورت. طب هو عمر وردة طايع من غير سمك يا اخي؟ انا قال الشلل الرعاش ياد بعد ما شفت الماتش ياد، هو ياد ده منتخب مصر ياد مهجن ياد. انا ياد ياد العيال ماخذ ستروكس امبارح ياد، العيال ما عرفاش تخبب ولا تطبب ياد. ده جنوب افريقيا احسن توالت. قالوا بيبكوا، قال اتغلبوا، قالوا كلهم بيبكوا. قال ليه عليكم قروض بتبكوا، وعليكم اقساط ثلاجة ما سددتوهاش. ما تعرفش هاد بالمرة في القاهرة تعدي على نجري يجيب لي رقم محمد صلاح تعمل بدي ساكرك؟ روح بلد محمد صلاح هات لي رقمه يا اما تقول له ابو محمد صلاح قال خلي صلاح ياخذ عياله مرته وبنته وروح يتوقع الله على انجلترا عشان اعرف احاسب الخلايق دي. انا الباقي هاد اعصابي ازاي؟ ده الضغط 180 على 120. ده منتخب مصر يا مدرب، ده بيديله 120 الف يورو يا اخي، وانا الموز اقعد ازرع وازرع واقلع وازقي وازقي وفي الاخر اخر السنه اطلع لي ب 5000 جنيه. طب ايه موديها سما مصر يا اخوي؟ طب انت فسدتي جيل كامل، خلتيه يسهر لغايه الساعه 3 وينام للعصر، ايه موديك الى منتخب؟ والجمهور يا هذا الجمهور كسلان ما يسقف اللي رايح فين. العيال يا اخي، العيال اللي كانت في 2006 و2008 كانوا يقولوا التلتة شمال بتهد جبال جايين نشد قاع الارض، فين العيال دي يا اخي؟ فين العيال دي؟ الجمهور يا راجل، الجمهور قاعد بياكل ايس كريم يا اخي.
قالوا اول ما نزل ورده قال ورده ورده ورده، ليه؟ امال ورده حرر القدس؟ وشكارة عفنت عفنت ورميتها 24 رجل يا ابن البحروق، الرجل ب 60 جنيه ترميها في الزبالة. مين بيقول كده؟ الناس في القاهرة ايه بيقولوا؟ بيقولوا في، ايوه في لعيبة اتظلمت يا اخي. السولية ليه ما خدهوش؟ صالح جمعة ليه ما خدهوش؟ كهربا ليه ما خدهوش؟ عواد يا اخي احسن حارس، يا اخي احسن حارس عواد، ليه ما خدهوش؟ محمد هاني يا اخي ليه ما خدهوش؟ ما خد لي مني اللي رجليها زي رجلين الانطريه. برضو كيف نطلع من دور ال 16 يا اخي؟ يا اخي ليه ما جابوش حسن شحاته يا اخي، عمنا وخالنا ده اللي كان يوقف على الخط عشان مصري ووطني، كان يوقف على الخط يقول كده ويقول كده مع كل كوره يا اخي، يتحرك ويقول كده وعايز يحط الكوره هو بهده على الخط. يا بلينا ده قال اللي قاعد ما عرفش يخبب ولا طيب اجير، لا خرب بيتك وبيت ابوك اجير، عارفه ما مشاش من مصر هاخد لي مكرو عبي مكروباص وهخرب الدنيا هناك، ولازم ما رضا عبد العال قال اللي قاله، رضا عبد العال حصل، الناس قال بتضحك على رضا عبد العال، احسن واحد يفهم كوره في مصر رضا عبد العال. انت ما فهمش طبعا حاجه من اللي انا بقوله خالص. وانت يا اخي لما ما عارفش ليه ما قلت ليش انا كان بعت الواد سعيد بالشكاره؟ انت يا اخي ما بتفهمش في الكوره، قول لي مش بفهم. قلت له خد ايه يا اخي، انت ما عارفش استاد القاهره وين ولا عارف استاد ما تعرفش يا اخي. طب يا انا انت في البلد وهتدفع حق الكوارع، يلا توكل على الله. غور ده يلا ترجع وكل ترجع اللي خلفوك يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.